وأصلي وأسلم على خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أحبتي كذا، إننا نريد اليوم أن نؤكد على فروتنا وعلى مطالب فروتنا وأن نسير قدما ونحن يدا واحدة. قبل أن نصلي صلاة الغائب على شهدائنا، أؤكد أيها الأحباب أن هذه المنصة لا تنتمي إلى أي اتجاه، ولا تنتمي إلى أي حزب، ولا تنتمي إلى أي جماعة، إنما هي منصة الثورة المصرية. ليست منصة الإخوان.